المسرح العراقي بقى حاليا، وهل في صعوبات بتواجهكم؟ هل وجدتوا صعوبة في الحضور للقاهرة والمشاركة في المهرجان وفي مختلف المهرجانات المصرية؟ نعم، الفنان العراقي ما زال يعاني بصراحة. يعني بصراحة احنا جينا لمصر على نفقتنا الخاصة، يعني التذاكر هي من عندنا بصراحة. يعني مش أي دعم من الجامعة، من الحكومة، من أي جهة؟ احنا جينا باسم الفرقة الوطنية للتمثيل، يعني لكنه من الضروري مشاركتنا. يعني لأنه انتوا بتمثلوا الفرقة الوطنية الرسمية، وهذه إشكالية. يعني مثل العراق ومن أكبر المؤسسات يعني الفنية في العراق تغض الطرف عن مشاركتنا أو عن دعم مشاركتنا، لكنها نحن نتحمل المسؤولية كون نحمل اسم العراق، وهذا جزء من واجبنا. يعني واجبنا الفني وواجبنا المعرفي أن تحمل اسم العراق أينما ذهبت وأن تتحمل المسؤولية. يعني فهذه من العوائق اللي واجهناها بعملية حضورنا، ولكن أصرينا حضور المهرجان كونه من أهم المهرجانات، فاسم العراق ضروري. يعني حتى لو دفعنا يعني من جيبنا الخاص